أظن أن هذه الزيارة لمعالي الوزير تاريخية ولها مكانتها العظيمة في فتح العلاقات بين دولتين، وأن فتح خط طيران مباشر بين دولتين سيعمق هذه العلاقات. وطبعا نحن مستعدون للتواصل الاجتماعي والثقافي في كافة أنحاء أو في كافة مجالات التعاون بيننا. طبعا نرى أن دولة المملكة العربية السعودية مكانتها دولة إمكانياتها كبيرة وفي مجال استثماري والعملي والاقتصادي، ونتمنى أن تكون الرياض كعاصمة المملكة تحظى على الأكسبو أو ما يساند رأي ولي العهد وهو رؤية 2030، وهذا طبعا من أهم ما نلاحظه في مجال تطور المملكة. أولا تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس، وكان لقاء يعني متميز جدا. فخامة الرئيس شخصية محبوبة وشخصية لها يعني نظرة بعيدة المدى، وأيضا سرني كثيرا يعني رؤيته للمملكة ولأهميتها، كما سرني ما أخبرني به من دعمه للمملكة في موضوع أكسبو 2030.